قلبة شعال مركزي قلبة وش يرفع القلبة هذه الوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان صهيوني وأيضا تعرضه طيلة سنوات لسياسة الاستيطان وسياسة الجويع والحصار والتشريد والقتل واليوم أيضا هذه الاضطهاد سيصل إلى مداه من خلال الضرب المدنيين ومن خلال قتل الأطفال والحصار والجويع والسياسة الاستيطان اللي قلنا. بالتالي هذه الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع أراضيه واسترجاع حقه في الحياة وبناء دولته وعاصمتها القدس الشريف. ايضا تاتي هذه الوقفه ضد الاستفزازات الصهيونيه تجاه المسجد الاقصى التي رايناها طيله هذه الشهور وهم يقومون بهذه الاستفزازات للشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلاميه وغيرها. وبالتالي نحن من مدينه سطات نقف هذه الوقفه اليوم لنقول لا للاستيطان، لا للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، لا للسياسة الجويع وللسياسة ديال الغلق والحصار قطاع غزة والمجموعة من السياسات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. قدسنا في العلن ومن الرباط من رباط فلسطين الوقفات الاحتجاجية في المغرب كامل التي تلقيها السكرتارية الوطنية من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ 1948 ويرتكب الجرائم، وكذلك احتفالا بالاختراق النوعي والعملية النوعية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في صفوف العدو التي تبدت الخسائر في الأرواح وكذلك في العتاد وكذلك أسقطت أسطورة الجيش الذي لا يقهر الذي لا يهزم. لقد استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تبعث الروح في هذه الأمة في هذه الشعوب العربية والمغاربية بأنها قادرة أمام الإصرار أن تخترق كل الجدار كل أعتى الأنظمة أعتى الدكتاتوريات أعتى الأنظمة الفاشية لتسقط عليها أو أسطوراتها التي تقول أنها لا تقهر. لقد استطاعت المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر أن تخلد محمة تاريخية ستتذكرها الأجيال. إنها خطوة استراتيجية لن يكون ما قبل 7 أكتوبر كما ما بعده. نحن مع المقاومة الفلسطينية في نضالها المستمر بكافة الأشكال على رأسها المقاومة المسلحة من أجل تحرير الأرض. لماذا المقاومة المسلحة؟ لأنها هي الخيار الأساسي لتحرير الأرض. فالكيان الصهيوني لا يعرف شيئا غير النار، لأنه يرتكب الجرائم تلو الجرائم أمام الصمت المنتظم الدولي، أمام تواطؤ الأنظمة العربية، أمام سكوت المنتظم الدولي. يرتكب يوميا، يقتل في الأطفال يوميا، يشرد في العائلات يوميا، يأسر ويتفنن في تعذيب المواطنين والمواطنات الفلسطينيين ويغتصب أرضهم ويهدم منازلهم فوق رؤوسهم يوميا، يرتكب الجرائم. لكن كل المنظمات الدولية وكل الأمم المتحدة تلتزم الصمت، تلتزم الحياة فيما يتكلم من قطاعات. اليوم نجد بعض الأنظمة وبعض المنظمات تهرول نحو إدانة المقاومة الفلسطينية. نحن من واجبنا كشعوب عربية، من واجبنا كشعب مغربي أن نعبر عن تضامننا وأن نطالب النظام المغربي بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني، لأنه عار علينا وأنه وصمة عار في جبين المغاربة. المغاربة دائما في أي مناسبة يؤكدوا بأنهم مع الشعب الفلسطيني وضد الصهيونية، وأن الصهيونية ينبغي عليها أن تنبحر من هذه المنطقة الجغرافية العزيزة على قلوبنا، إنها فلسطين
على كافة ترابها من المحيط إلى الخليج أو من المحيط إلى البحر، ولا يمكن أن تكون بهويتين، ولا يمكن أن تكون مقتصرة أو مشتتة أي مكان. لذلك نحن وكل الشعب المغربي يحتفل بهذا اليوم. شي كلمة أخيرة موجهة من الشعب المغربي للإخوان الفلسطينيين. نقول للإخوان ديالنا في فلسطين أن هذه الوقفة هي وقفة رمزية، وهي لن تكون الأخيرة طبعاً. سوف تقبل الجهة المغربية لوضع فلسطين، ومن هذا التطبيع سوف تقبل خطوات، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني. سوف نلبي جميع الدعوات، نحن إلى جانب الشعب الفلسطيني، سوف نصدح وسوف نبين أن الصوت الشعب ليس هو الصوت الرسمي داخل المغرب. أنا صوت الشعب وصوت مع الفلسطينيين وعلى الفلسطينيات، ونقول لهم هنيئا لكم بهذا الإنجاز، بهذا النصر الجزئي، ونحن معكم حتى تحرير فلسطين في كافة ترابها من المحيط كما قلت إلى النهر. شكرا. نحن في الساحة رجال، نحن في الساحة رجال، نحن في الساحة رجال، نحن في الساحة رجال، نحن نخشى الوعيد، نحن لا نخشى الوعيد، نحن لا نخشى الوعيد، نحن لا نخشى الوعيد، واسأل الصهيون عنا، واسأل الصهيون عنا، واسأل الصهيون عنا، واسأل الصهيون عنا، كيف في غزة كنا، كيف في غزة كنا، واسأل الصهيون عنا، واسأل الصهيون عنا، سحقا سحقا بالأقدام، سحقا سحقا بالأقدام، سحقا سحقا بالأقدام، سحقا سحقا بالأقدام، للصهيون ميريكان، للصهيون ميريكان، المطبع ميريكان، المطبع ميريكان، سحقا سحقا بالأقدام، سحقا سحقا بالأقدام، سحقا سحقا بالأقدام، سحقا سحقا بالأقدام، رجيم شهداء بالملايين، على القدس رجيم شهداء بالملايين. نعاودوها ثلاثة مرات شوية، نترجم الصوت ترجم، على القدس رجيم شهداء بالملايين، على القدس رجيم شهداء بالملايين، ثانية على القدس رجيم شهداء بالملايين، على القدس شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.